قال عز وجل في سورة يونس مبينا ضعف وعز هذه الآلهة، قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. ثم قال وهو موضع الشاهد: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. من هو الذي عبادته حق، الذي يهدي إلى الحق أم الذي لا يهتدي إلا إذا هدي؟ فهذه الأصناف لا يمكن أن تهتدي إلى مكان إلا بهداية عابديها بنقلهم من مكان إلى آخر.